يا الحاج مواب، اسمعت بهذيك القضية نتاع الفاطميات؟ قال لك جنية راه تدور ثم. وين؟ ها مشيت خنش لا، قال ما خلتها بلاص. او تبات أيوة. توا. يا. انا ولا لا خفت. في الفاطميات. واه. توا. واه. ويا هذه الجنية جاتها غير الفاطميات توبخ فيها. ايوا نخمم من عشرة. ها تمشي للفيلات لي زوتيل، تمشي لبلايص لاكلاس، توق حتى تندب وتحندب كاع. هذا اللي خريفات يا خريفات. شوف خريفات انا والله البارح انا ما رقدتش البارح انا. ليش خفت؟ انت داير كالجن. البارح سمعت حاجات تتوه قدام انا والبقعة وصلت. لا. ها ولا هي الدور. راها من ولاية لولاية. يا انا خصنا جنية وحدة تتوه وحدة تزغرت بعدها من هذا الخرطي هذا نتاعكم. لا وجني قلل. اسمع تقول لي ماشي يا خا ماشي جنون. يا ودي والله انا غير خرطي. جنية قال له انا نهضر معاك ولا سواء سواء بلا تيوق. بصح علاش هاد الجنية وقت جيت خمم انت غاب غاب شويه علاش جات غير ديك الباطيمة وسكنت عندها اسم تساكن عطاوها لابارتومون تما هذا الوالد تاع خش البال اللي كان يوزع على الانس والجن. قالت اجيبوا دوزك الجنون يسكنوا بنيادم يسكنوا. او بالك هكاك وما عرفناش. وبالك عطاوها افكات. ياه ولا واسعه. خذ ربو هذه الجنية هذه مليحة هذه عطاوها السكنة عندها الزهر. يا بردي ويا بردي بجوج بغاوهم يا وهي اللي تختار شكون يسالها صحاب الحي هنايا وانا هنا انا متزوج من 8 عندي 6 اولاد انا هم متزوج شوف كبروا راهم متزوجين هم بولاد صح القضيه راهي في العداله والقضيه راهي في العداله ضرب الهضره اللي هدرتوها لي هدرتوها في العداله احنا ما شو ما روحنا للمير روحنا الشام داير في العداله ماكش معاهم لا رانا معانا في العداله وهرانا في العداله صح في العداله كون فهمتهمكم ما فهمتوني وهرانا في العداله واش قال لكم في العداله كاع الشيء اللي هدرناه عاد حكموا علينا واش قال لكم قالوا بالطرد ديجا وحده زعكوه منا ما عطاوها السفره وحنا رانا حنا المهم حنا على حساب الهضره اللي يهضروا فينا قالوا لنا ان شاء الله من الاولويه انتم ان شاء الله تدوا ورانا احنا مانيش عارف والله ورانا خايفين اسمح لي اسمع العداله نقولوا ظلم ظلمتكم ما ظلمتكمش لا ماشي لا بالك عندكم كوارت هما شوفوا انتوما انا ما اسمعش خليني نفهم خويا غير ما نفهمك بشويه احنا قلت لك غير تصنت لي ومن بعد عاد حلل ها اسمعني احنا رانا قلت لك من الاستقلال رانا هنايا الارض هذه تاع دوله املاك الدوله ماهاش ملكيه تاع هذا ما عندهاش الدروا باش يخرجنا وفيها 8 تاع الناس زي التسويه صحيح ها ترى 29 قطار واحد عاطيه تسويه والله تيسيزو ساكن وواحد يجي يحكم عليه بطل ديجا خرجونا واحد عندها ايتم ودبروا عليه دول يامات وحنايا راه محكوم علينا بطل اسمعني حنايا هذه 29 نقطة كي يحكم كاع للناس ويخرج كاع الناس قسما بالله ما ندير حتى اي علام هنا خلينا نقعدوا برا نقعدوا برا كيفاش واحد عاطيه تسويه وعاطيه لا تيسيزيو وساكن وواحد محكوم عليه بطل وهذا خدام فيه هاي خدنا فيها 16 سنه هذا الشيء رانا شوف كاين 47 راهي كاين 47 محطوطه 47 ساكن هنا في هذا البلاصه مزرعه الطريق عزوي راهم خارجين 15 واحد مفوتين هذا الشرع اول فيرما هاي نفس الشيء كي الفيرما هذيك الفيرما هذيك اللي مليح كاين 80 خلقه راهي ساكنه هما على ما يفوتهاش العداله هاي وبانين وبالدالة عادي سمعت كام عاطينهم كاع الريف الدولة على بالها ومانيش عارف كيفاه المير على باله الشاب داير على باله الوالي حتى الوالي راه على باله هضروا حتى القضية تاعتنا راهي عند الوالي واش قال لهم ما سمعتوش كاش ما زعما الوالي كاع الوالي ولاية سعيدة كاع دارها كيما دارت ولاية سعيدة هنا ما جاناش عينا الرسم ما كانش حي ما كانش يا خويا والله العظيم بصراحة أنا يا شوف والله تبغوا الصراحة أنا والله ما شيت لا ما نجي نقول لك لا معليش أنا غير من جات الهضرة هنايا أنا ديما تاني ندخل الإنترنت بزاف راني نشوف الوالي تاع سعيدة والله تأمني أقسم بالله حسيت بواحد الراجل لا يخدم لا ما سمعناش حاجة منه ما سمعناش والله العظيم غير فرحت أنا فرحت صحنا أنا حتى وصلت نكتب حتى وصلت ها النداء تاعنا مانيش عارف وصل عنده ولا ما وصل معليش أنا النداء تاعو تاع هذو نوصله أنا نوصله السيد الوالي يا سيدي الوالي بالك لأول مرة غادي نقول لك بلي سالم قال لك من الناس اللي يبغوك نبغيك كإنسان وكمسؤول راك خدام كما قلت نستعرف بك انت اخويا خدم خدمه
ولكن كإنسان هذه كي نروح لنسحقوا هنا، نسحقوا إنسان يراقب، إنسان يشوف الفساد، لا ما شاء إنسان الله ليه يخدم خدام ماناش نقولوا ماش حنا نقول لك سيد الرئيس سيد الوالي سيد الرئيس تاع البوان يجينا ويشوف الحالة اللي رانا فيها. رانا في المنطقة هذه اسمها الربحية مزرعة الطاهري غازوي، طاهري غازوي مزرعة الطاهري، واليوم راهم دايرينها هما هذه مزرعة الطاهري غازوي دايرينها خرسي خليفة، علا راهم غالبين في الصراع على كلمة خرسي خليفة، وهذا خرسي خليفة ما ثمناش خرسي خليفة كيف الوقت تاع الضو كي تجيكم هنا مزرعة الطاهري غازوي، مزرعة الطاهري غازوي حنا من بكري حنا المحطة المطلع الزهري غازو صح، وهما من هاليك ما صاروا يشرعوا فينا حطوها خرسي خليفة صح، معليش وانتم كي تخرجوا اكستريد كش حيطوا لها بطاقة إقامة تخرج ريزيدونس تخرجوها مزرعة الطاهري غازو محطة القطار هي غير لا واش تبغى تقول لي تزوير هذه ولا لا لا مانيش نقول لك تزوير لاني على أصحاب الهيكلة مانيش على هنا كانت مزرعة هذه من كاع روح مزرعة الطاهري ولا بدلوا لها اسمهم على بالكم انتم مانيش عارف لا 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 ماش بدلين مانيش عارف اسمعني كيما نقولوا كانت ستيات كيما نقولوا الرباهية كانت رباهية هذه مزرعة الطاهري غازو فيها 60 كيلومتر جيبها من ناحية الديثابات نهار اللي الدولة نهار اللي قاعد تعطي فيها لهذه ها المشكلة احنا على سكونة ها لا كاداسري لك نعطي خويا على كاداسري وسوف يفتح سوف يحين وقته ان شاء الله نفتح الملف تاع مسح الاراضي وتسجيل املاك عمومية باسم خواص يعني جرائم ورا جرائم في سعيد هذه نسمل الكوها ومدراه مش جلبان أكليتهم أكلي عباك أكلي عباك إيه 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 يا لطيف يا أكلي عباك أكلي عباك ودراه مش جلبان أكليتهم أكلي أكلي عباك أكلي عباك إيه إنسان يا وسوقون أولاد خويدر أكلي عباك أكلي عباك ودراه مش جلبان أكليت هم أكلي عباك أكلي عباك إيه عباك أكلي عباك ودراه مش سلامك لي عيدك سايب على 11 سنين ولا اهدر الدور عندكم ناشط انا راك زاهي الحمد لله راني زاهي وراني مخير وراني مريقل اش زعما كنت تخطيك من الجلبان وهذا تاع انفيج هذا والتراب والغيث وانت هكا حاج كبير وكان الفلوس راك غير مكسل وخطره خطره تروح للعمره تشل العظيماتك وتجي بصح ولدي انت ما تعرفش يقول لك اليد المسخه تاكل الخبز النقي واليد النقيه تاكل الخبز المسخ لا انا قلت زعما ترياح يا لا ما نرياحش الله يكتبني على فراش الطاعه انا ما نرياحش ربي خلقنا باش نخدموا الخدمه عباده وراني في ارضي ونقعد في ارضي ونخدم انت واش راه مدخلك واش بقى في الطاجين ما يحرق لا انا شفيتني شفيتني انت هكا على كبرك انا ما نشوفكش الحمد لله راه عندي 80 عام ولو كانت قابضونا وياك نقرضك صاي الحاج حنا ما جيناش للدابزو واه ولدي حنا بكري فينا لافونس حنا بكري مقلقين بزفيلاني نار موقت فرنسا وحنا فينا لينا انا والعياذ بالله نقدم نفسي انا اونتربرونور نخدم الباطيمات إيه وقلت زعما بالك راك ناوي ولا تبيع لي الارض تاعك كي نبيع لك الارض ولدي باغي دير شويه تاع جلبان وشويه فلاحه لا راني باغي نغرسها باطيمات باغي نغرسها الصوالح اللي يحتاجوهم الناس لي شيبيرات والناس وين يلعبوا وكاع وقلت انا نغرسها باطيمات وندور معك حتى باف 4 ولا اف 3 ايه السمانه ناكل بيليات من تغرسها باطيمات ياه ما على بالكش باللي باع ارضه باع عرضه سمعتني اللي باع ارضه باع عرضه بس عمالك الحاج ودور بيان عزلك ظهره اتمشى عليه ياله مشى عليه يا وجه الهامه مشى بيع لك الارض بيع لك الارض اللي ماتوا عليها الجدود وماتوا عليها بواتنا ياه والله ودور بيان كوسرك ها هي فيك هذه شافتك وهذه ما شافتكش يا اقلي عباك اقلي عباك ابغى يشري انا فوق يا اقلي عباك يا بردي ويا بردي بجوج بغاوهم يا وهي اللي تختار شكون يسالها نعطيك الخطا سيدي بالي علاه حكم علينا هذا هنا باش نوريك الغلطات وراه توقع لنا حنا المشاكل بصح هو باين بلي عندك ورطه غالبكم اسمعني لا اسمع هاك هذا سري هذا جديد ليش راح ولا به
شتيو هذه ورقه اللي راكم تشوفوا فيها هنا راهي كاينه لوريجين تاعها بالك ما تبانش ها احنا هنايا هذه شايله هذه فاهمها نفس هذه هذه اللي انا فيها هذه اللي انا فيها هذه كيفها لا هذا جديد هذا قالعين احنا على عرفونا هذه استنى باه نعرفوا وين قالعينكم وريني هنا انتم وراكم احنا عارفين السكه الحديديه بين الاخرى السكه الحديديه هاي تبع احنا هاوي كي تقول لنا هاسمع هانا نحن صحيح وهنايا قالعين هذا انا جديده دايرينها بس على اللي بدلوا للارض كي طاوهم البلاد مسحوا هذا الفيرما هنا دارها خصي بالقليبه ودارها باسمه واحد اسمعني وحنا في 87 خبر خويا غير تصنت لي مليح حنا في 87 نهار يطاوهم الارض روحنا حنا قدمنا شكوى قدمنا شكوى روحنا تاع الفلاحه روحنا لاكاداس روحنا كاع الاملاك الدوله قلنا له باللي حنا ساكنين هنا من الاستقلال صحيح هذا اخي انا اللي فاهم هاي اسمع اسمعني انا بالاستياق لي ساكنين هنا هذه الناس عيطوهم البلاد غدوه المغرب غادي يجونا جات كوميسيون قالوا باللي هذه ارتي دوله ماهاش ملكك كي تكون ملكيه تاعك هضر مع هذه ارتي دوله خدم البلاد ما تخدمش السكان فيما خاطيك وخاطيها احنا ما عرفناش الحكم اللي حاكم علينا كاين اللي حاكم عليه ب 80 مليون كاين اللي حاكم عليه ب 20 مليون كاين اللي ب 15 مليون كيفاش انت ساكن في قزير وحياتك في الزهاق وزيد يحكم عليك بطلت وما بعد يدبروا احنا يعطونا شو يدبروا علينا غدوه ياك قسما بالله يعطوا دبلي الله يسهل عليك احنا شو غي يدبروا علينا اللي باغي حتى حاجه يدبروا علينا وراهي ليه احنا مالناش نقولوا نقعدوا له بالسيفي هذا ما عندناش هذه كيما نقولوا احنا فرصه بالك احنا رانا مزعوكين احنا شو يدبروا علينا واحد كي راه مزعوك صابي راه برا هذا سي سالم احنا اللي برا اسمع سي سالم كتغيظ لو كان درنا كيما اللي صدموا تاع فوضاوي وابنه من حقه هذا راهو صادم عليه هذا هو صادم عليه صاحبي هذا واحد شيباني مسكين عنده 90 عام هاي الشهاده تاعه وراه هذيك الاخرى مجاهد ما عطاوش يقضي فوته العداله ما يفوتهاش ما عندهاش الحق باش يفوتها العداله والمشكله بلاصه اللي فيها ماش بيفهموها لا دوله ولا حياه واحده اخرى انا نواجههم كيما يبغوا كيفاش واحد عاطي 10 تاع الناس عاطيه لا ديسيزيون وباني في ارك سي سالم هذا الارض تاعك عاطي 10 تاع الناس يقول عندها الحق باش يبني وانا ماشي كيف كيما عطى داك يعطيني يا ناس وراه المشكل كيما عطى داك ديسيزيون يعطيني لا ديسيزيون ثاني ونبني بيخرجي اصلحها كاع ردها اراضي فلاحيه من الا زادوا نخرجوا ما نسكو ما نحوسوا على سكنه والله غير يصلحها كاع هايس احنا شو في حقهم دروا يجوا شويه في حقنا ثاني احنا ياس احنا ما عندناش حق في هذه الدوله في هذا الوطن تاع الحجم واه واش كاينه المواطن هاي عنده حق باش يدي السكنه عنده حق السكنه راها حق يا السكنه حق ولا ماشي حق يا ودي حقك يا الحاج بليز واش من حق هذا اللي يجي يقول عندي حق 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 يا الحاج وما دامك جزائري وترفض انك هو جزائري عندك حق باش تدي السكنه يا الحاج بليز صح فهمني انا حاجه اللي مازال ما فهمتهاش ربي يسعدني القور القور علاش ما عندهم اسمع علاش ما عندهمش هذا الازمه تاع السكنه واحد يقول لك عندي حق تاع السكنه ولا درت الدوسي ما مدوليش ولا راني سكن في براكه ولا مد الوحده علاه على هما دائما جونتي هكذا ونعطيك الدليل تحسبني انا نجيب من راسي الوالدة سعيدة شوف هنا عطاهم السكنة ولا ما عطاهمش ها دارهم فلاليس ولا ما دارهمش دارهم ها هو مشى طبطب في الباطعيمة بيغ بارتمو بارتمو وما جبر حتى واحد مرة شوف دارة يا علاه يمد لهم ها بس احنا كاين قوانين كاين اجراءات ما جبرت الساكن اي قلع له اعطيها اللي راه كاري له ثم ما الاول اللجنه تخدم صوالحها ماشي تطبطب بالوالي ويقول لهم وشكون راه ساكن هنا ما الاول يدبروا هادو اللي ما عندهمش ويسكنوهم وما تبقاش ازمه الساكن انت بقى ليها حق ما قال حق ما قال ليها حق واه كاين ماشي مسكون هذا ساكن انا البارح كنت نطبطب عليك في الباطيمات عييت نطبطب في وقت البارح عنداش اش ما خرجت ليش في الليل يا ودي في النهار كنت ندوش ندوش انا بس شويه كنت تبحر مرضى ثاني خبر خويا الناس والله عليهم مرضى انا عندي ثلاثه لازماتي
اسمعني احنا الناس تاتي على الناس مع الشيبين هادو هم ربعه هادو هم ببالي خمسه كل واحد ثلاثه عائلات ربعه هنايا احنا طالبوا سيدي ولي جاء عندنا شوف الامر تاعنا وصحيح هذه قالوا شو صرا قالوا مش عاد لا قالوا احنا مغبوني سي سالم قريب لا قريب 150 واحد بهنا بالهيها مخرج 15 واحد هذه اللي محيرتنا احنا علاه هذه 15 واحد خيرها وفوتها الشارع اي ما عرفناش علاه من عينه يشتكي كون راح للبلديه يشتكي بها اللي جات شويه درنا المحاميه درنا كل شيء ما قالوا لنا والو هاو او ديجا واحد خرجوه راه سكن سكنوه دبروا عليه دبروا عليه باقي احنا ما حسيناش واش انا سيد الوالي هذا سكروه هذا خدام احنا والله اللي فرحنا به ميجا كاينه حاجه برك احنا النداء ماشي وصلوا لنا احنا كل يوم كل يوم رانا في لافي هي رانا في الولايه ماشي وصلوا لها النداء هذه هي وما احنا الوالي هذا مقتنعين به وفرحانين به والله لا خدام خبر حبيبي نيشان صاي هذا سيد الوالي خدام احنا نقتنعوا به احنا كاينه حاجه احنا النداء ماشي وصلوا لها احنا نحوسوا نطالبوا يجي عندنا يشوف الامر تاعنا وصاي هذا مكان والسلام عليكم هاك احنا سكان مدينه فيرمه تاع مزرعه طهي الغازوي نتقدموا ان شاء الله بنداء السيد الوالي يجي يشوف علينا يشوف لنا الحال تاعنا كي راه داير ويتفكر في هذا البزاوز المساكين والناس راهم طايشه تحت الزنق وعارف باللي السكنات الاجتماعيه راهم يدوها الغاشي ويبلعوها راهم يدوها الغاشي ويبلعوها وراهي قاعده مبلعه والناس قاعده مطيشه تحت الزنك احنا ما ناش بزاف احنا رانا 46 واحد يشوف الحاله نتاعنا ويجي لينا تري بيان بغيت تقول كمية راه قولها احنا نطالبوا من سيد الوالي يجي يشوفنا يشوف الحاله تاعنا رانا برا رانا بينا بولادنا برا رانا في الزعيق صاي رانا راه حكم علينا بالزعيق رانا برا يشوفنا روح شوف فينا وطلع علينا ودير لنا حل احنا ماناش طالبين المحال احنا طالبين سكنات لائقه اجتماعيه واللي عندهاش حق يديه اللي ما عندهاش الله يسهل لحقنا لنهايه الحلقه تاع اليوم على كل حال درت لكم حلقه اخر ولكن مازال زيد نسجل معاهم باسكو القضيه تاعهم لازم على الاقل تفوت زوج حلقات ولا ثلاثه باش هكا لما شافهاش السلطات لما شافوهاش الحلقه الاولى شوفوها في الزوجه في الثالثه على الله ان شاء الله احنا والله متمنين لهم الخير السؤال يبقى مطروح هاد الناس كي يروحوا وكي يطردوهم وين غادي يروحوا الحاج هذاك اللي كان هنا مسكين حياته كاع هو في فيرما وين غادي يروح مانيش عارف لا لا محمد رسول الله مانيش عارف نتمنى ان شاء الله العداله تعاود دير تحقيق تزيد تشوف شكاين على بال الا راهم غالطين راهم غالطين عندهم الصح واه ولكن هذو مواطنين من حقهم كما قال الوالي ينزل عندنا ويشوفنا اي هما راهم طالبين الوالي قال لك هما هما الامل نتاعهم راه في الوالي نتاع سعيده باش يزورهم حنا ان شاء الله عاشنا به هو سليم ينزل عندنا ويشوفنا صحيح صحيح هذه هي نتلاقى بكم غدا ان شاء الله السلام عليكم